بسم الله توكلنا عليك يا رب. كله يجمع معانا النهارده يا جماعه، معانا مفاجآت من العيار التقيل، معانا كوكتيل يا جماعه النهارده، معانا بهايم 223 ومعانا بهايم 180. كل واحد الله وصلي على رسول الله. النهارده معانا عرضين يا عم وليد في عرض واحد، زي ما انا متعود مع المتابعين ومتعود مع المشاهدين الناس المحترمين اللي معانا مستنيين وكل يوم بيرنوا عليا انا تحت امرهم. جبنا لهم البراون السويسري يا وليد اللي بيزيد 2 كيلو الا ربع في اليوم. كل واحد الله وصلي على رسول الله، واحنا خدامين الناس كلها. وواحد الله يا عم وليد كده ومثلي على كل اللي معانا على البث، بالله عليك وكله يشترك لنا معانا في القناه ويعمل لنا لايك عشان الفيديو ده عايزه يوصل لكل الناس. ابدا يا وليد ببسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. هنا من داخل مزرعة الحاج سالم أبو محمد من قرية عرب أبو ذكري، مركز أويسنا، محافظة المنوفية. ربنا يبارك يا رب لأصحاب المال ويبارك لأصحاب النصيب. كله يا جماعة يدعمنا بلايك وشير ويصلي معانا على الحبيب المصطفى، عشان بفضل الله كل يوم معاكم في جديد وجديد بفضل الله. بسم الله تبارك الله، سلالة من المال الطيب، أسس مزرعة بأعلى السلالات وأعلى الأصناف. بسم الله تبارك الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعة، كل الرجال اللي معانا المحترمين تدعمنا يا جماعة بلايكات واشتركوا معانا يا جماعة، كله يعمل لنا لايك وشير عشان الفيديو يلف معانا والكل يستفيد بفضل الله. مال من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه، مال من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عم سليمان طبعا الفل يا عم وليد، مثلي على المتابعين الناس المحترمين معانا دايما على طول، ومثلي على الجيزه يا وليد، ومثلي على الفيوم وعلى بني سويف، ومثلي على سوهاج، ومثلي على اسوان، ومثلي على السويس، ومثلي على الجليوبيه والغربيه والمنوفيه، مثلي على كل الناس عشان الناس بترن عليا بتقول انت نسيتني. مثلي كل على المحافظات يا جماعه، مثلي على الحاج محمود من خطاطبه الراجل المحترم، مثلي على كل الناس اللي معانا وشرفتنا النهارده. النهارده بقدم لكم كوكتيل يا جماعه، كوكتيل النهارده معانا في مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم. النهارده المزرعه دي بتقدم لكم كوكتيل، كوكتيل كامل كده. معانا كام عرض يا عم سليمان؟ معانا 20 عجل يا وليد، بس ال 20 كل عرض لوحده. معانا عرض يا وليد بيبدا من 200 ل 210. كم واحد؟ 10 عجول. تمام. وال 10 التانيين بيبداوا من 160 ل 170. تمام يا ريس. تمام. معانا دول يا وليد الاعمار من 11 شهر ل 12 شهر، ومعانا الاعمار التانيه بتبدا من 9 شهور ل 11 شهر بالظبط برضه. اتفرجنا يا ريس كده يا ريس. وكل واحد الله وصلي على رسول الله. لا اله الا الله. شوف المال ده يا جماعه، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت امركم، واللي عايز اي حاجه يرن عليا، والمزرعه مزرعتكم في اي وقت. رقم التليفون يا عم سليمان والعنوان 012 03 2 03 17 1 7 3 6 1 3 6 1. هنخش على العرض الكبير يا عم وليد الاول. تمام. معانا النهارده بهايم العيد، بهايم التحويل السريع. تمام يا ريس. دايما اللي تخش بص على العلفه اتاكل ب 50 تلقى 70. تمام يا مدير. كل واحد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفرجوا معانا كده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اول عجل يا جماعه في العشره الكبار. ده يا وليد بسم الله تبارك الله. بص يا وليد ده ابن استراد. بسم الله ما شاء الله. بس مولود عندنا هنا في مصر. تمام. الام بتاعته استراد. تمام. بسم الله ما شاء الله. فتحه يا جماعه والصنافه والنظام. شوف بقى الفتحه، ركز. مال من المال الطيب تبارك الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. البهايم يا جماعه تطلع 550 و600، البهايم التحويل السريع. تمام. البهايم اللي كل يوم بتزيد. يعني صليت على رسول الله، شوربه الميه تبين على العجل. تمام يا ريس. العلبه كده تبينوا عليه كل يوم. تعالى بص على عجله العجل كده يا عم وليد. تمام يا ريس. بص كده على النظام. بسم الله ما شاء الله، اتفرجوا معانا كده يا جماعه. البهايم بتزيد. بص بسم الله تبارك الله. بص الوش عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص المصاطب، تعالى خش على التاني. رقم 2 يا عم سليمان كده عشان ايه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا جماعه برضو الفتحه، شوف لفه العيد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا جماعه. اتفرجوا معانا كده على النظافه، البهايم الملفوفه. بالله مال يا جماعة من المال الطيب. المال ده يصلي على الحبيب. بقول يا جماعه اللي عايز اي حاجه بالله عليكم ما حدش يرن على دلوقتي، عشان احنا بص مباشر. تمام. واللي عايز اي حاجه بعد الفيديو احنا تحت امره.
ماشي، بس احنا عايزين نفرج الناس عجلي عجلي كانهم معانا في المزرعه. تمام يا عم سليمان. ثاني عجلي يا وليد، العرض بسم الله تبارك الله. العرض ده يا وليد موازينه من 200 ل 210، والسعر النهارده عندي من تحت زي ما انا متعود مع الناس. متعودين ازاي يا عم وليد؟ بنبيع كتير ونكسب قليل، واهم حاجه محبه الناس هي الاساس. ربنا يبارك لك يا ريس. خش على التالت كده يا معلم. على المصاطب دي. بسم الله تبارك الله. ربنا يحمي ويبارك يا رب لاصحاب المال. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. ربنا يحمي ويبارك يا رب. بص للعيد الكبير اربع شهور. تمام. باذن رب العالمين هيعدي الخمسه ونص باذن الله. ربنا يحمي ويبارك يا رب. رقم اربعه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف الريح. اتفرجوا معانا يا جماعه على الصنف والنظام. هات 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 هات. باين ملفوف يا جماعه. هات قيس وقيس معايا. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه. الله ما بنجيب غير العيد النظيف. الريح قصبه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. يا جماعه بالله عليكم ركزوا النهارده معايا في الفيديو. انا عايزكم تسيبوكم اللي في ايديكم بقى وتضلكم معايا كانكم بتسمعوا ماتش كوره، بتسمعوا حاجه، عشان كل حاجه ليها ميعادها وليها نظامها. تمام. كل واحد الا بالله عليكم اعملوا اشتراك للقناه، واعملوا اشتراك معانا عشان الفيديو ده محدش يستغل حد فيه. تسلم يا ريس. التجار بتستغل في الناس يا جماعه، لازم نقف مع الناس شويه، العلفه غاليه والدنيا غاليه. لازم نوضح لكل لازم واحد. لازم نوضح للناس كل حاجه ونشرح لهم الحاجه صح برد الله. الله يبارك لك. خش على الخامس. رقم خمسه يا جماعه. خش بقى على بسم الله تبارك الله. ده عايزين الاودره يا وليد. بسم الله ما شاء الله. على كده. اتفرجوا معانا كده يا جماعه برده على مش العجل. بسم الله تبارك الله. والنبي يا جماعه شوف المال ده، انا المشاهدين الناس المحترمين كلهم. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه. المال ده يصلي على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا خدامين محافظات مصر، تم كل محافظات مصر اللي شرفونا هنا على دماغنا. تمام. واحنا تحت امر الناس. اكتب رقم التليفون تاني يا وليد. رقم التليفون يا ريس. 012 2 03 17 361. ده رقم كام يا عم وليد؟ ده رقم خمسه. رقم ستة يا عم سليمان. بسم الله ما شاء الله. وليد الخليط الفريزيان. فريزيان الله تبارك الله. اللي بيطلعش من المزرعه لو هتحط فيه مليون. تمام. تمام. بس احنا عشان لينا ناسنا ومحبينا ما بنتاخرش على بص على سوق بلدنا في اي حاجه وعلى مشاهدينا في اي حاجه. تمام. تحت امر. خش على رقم سبعه. الغالي الغالي يرخص لاحلى متابعين يا جماعه معانا، الناس المحترمين، الناس اللي بتدعمنا، الناس اللي دايما واقفه في دارنا. يا عم احنا خدامين. بسم الله ما شاء الله. كل محافظات مصر، كل الصعيد تمن على دماغي. جينا اسيوط، نادي حمادي، معانا سوهاج، اشرف مجاهد بيقول لي يا عم وليد الميزان ده على رجله. انت قلت لي يا عم سليمان الميزان ال10 دول كام؟ 200 210. بقول لك هو على رجله، هو على رجله كده 200 210. يا عم اشرف بهايم يعني مضربين في بعض يعني 210. 210 خلينا في الرسمي. بسم الله تبارك الله. ماشي. واحنا تحت امر كل متابعينا. بديك بهايم تحويل سريع، البهايم تحويلها سريع على طول. تمام يا عم سليمان. خش بقى باين يومها باثنين. الحمد لله رب. خش رقم 6. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص بقى ركز على الفتحه بتاعت العيد يا وليد. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحمي ويبارك يا رب. اول ما العيد بيبقى لحم يا وليد، اول ما بيمسكوا الجزار بيمسكوا من ورا. تمام. عشان بيشوفوا هيصفي دهن ولا لحم. تمام يا ريس. ليه العجل الملفوف مش يصفيش دهن كتير، لكن العجل ابو كرش ده بيصفي بص دهن النص بالنص، اكتر من النص كمان. صحيح. بسم الله ما شاء الله. رقم 8 يا جماعه. بسم الله تبارك الله. شوف الريح بتاعه. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال. بصوا يا جماعه على الصنف والنظام. النبي يا جماعه اللي شوف الفيديو ده صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعه دي مكسبنا، دي اللي احنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. كل اللي له نبي يصلي معانا عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. اتفرجوا معانا كده يا جماعه. معايا شويه تريلات يا جماعه. بزايم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خش بقى خش على رقم 9. على رقم 9. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. على الخريطه الفريزيان. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا يا جماعه. البهايم شبعانه لبن يا وليد. الفتحات برضه هناك. البهايم دي متاسسه شبعانه من ورا امهاتها. تمام. يعني بنجيب شر رجل الشبعان. والشبعان بيفضل شبعان طول عمره يا جماعه. الشبعان شويه شويه اكل كده تبين فيه. خش على رقم 10 يا مدير. خش على رقم 10 البلشيك. بسم الله ما شاء الله. بص على الاصفر البلشيكي ده، بص على الجيب. مش العجل يا ريس. بص بص بص. بسم الله تبارك الله. يا جماعه كل واحد الله ووري الفيديو لغيره ولغيره، اعملوا مشاركات للفيديو عشان الناس كلها تبص على الفيديو. عايزين يا جماعه الكل يستفيد والكل يبقى عنده خلفيه عن كل حاجه. تعال نخش بقى ايه اتفرج برضو المشاركه. رقم 10 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مال من المال الطيب. ربنا يحمي ويبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. كله يا جماعه يدعمنا بلايك وشير وصلي معانا على الحبيب المصطفى، عشان بفضل الله كل يوم معاكم في جديد وجديد بفضل الله. بسم الله تبارك الله. ربنا يبارك يا رب ويحمي لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. على كده معايا يا وليد. بسم الله ما شاء الله. الاولانيين دول عشان نخش على 10 تانيين. ده رقم 10 يا جماعه اهو. التاسع، الثامن يا جماعه اهو. رقم 7، رقم 6. بسم الله ما شاء الله. رقم 5، رقم 4. بسم الله ما شاء الله. رقم 3 يا جماعه. رقم 2 يا جماعه. اي حاجه تحت امرك. وده الاولاني. بسم الله تبارك الله.
معلش اللي بترن عليا انا مش عارف ارد دلوقتي، انا بصور وما اقدرش اقطع كلامي مع المشاهدين. تمام يا ريس، محدش يزعل مني. اي حد عايز اي حاجه احنا خدامين وعلى دماغنا. تمام يا مستر، عليا هرد عليك بس بعد البث لو كنت بتسمعني وشايفني. نخش على السعر دول ولا؟ نخش على السعر دول. تمام يا ريس، كل يوحد الله وصلي على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على رسول الله يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام. 10 دول اتفرجوا معانا كده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بس عشان تبارك الله، ربنا يحمي ويبارك يا رب. اتفرجوا معانا كده يا جماعه تاني واحد واحد قبل ما نقول السعر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شويه مبايم يا جماعه، صدق بالعيار تقيل ما بنجيبش. لا اله الا الله، الحلو هو اللي بيبيع نفسه. تمام يا ريس. تمام، انت داخل عليك على عيد، كل سنه وحضراتكم طيبين، فاضل 4 شهور بالظبط. تمام، لازم تجيب الحاجه اللي تحويل سريع عشان لما تيجي تذبح بص تاكل حته لحمه حتى تبص على طعمها حلو حتى. تمام يا ريس، ما تجيبش عجل مكرش ولا عجل بدماغ يصفي لك دهن كله. تمام، لما تيجي عجول ملفوفه عجول صلاه النبي عليها. وفرق الحلو من الوحش يا جماعه حاجه بسيطه والله، عشوه ليله والله حاجه بسيطه. عشوه بس، فرق الحلو من الوحش هي عشوه ليله بس. تمام، ومعاك بهايم يا وليدي، تعيش في اسوان، تعيش في سيوه، تعيش في جميع البلاد، بهايم كلها متحصنه. تمام يا ريس، يعني بهايم متحصنه ذات نفسيه. احنا بنجيب البهايم لازم اخلي الدكتور يبص عليهم عجل عجل. تمام يا ريس، عشان الناس كلها على الله، عشان الجو اللي احنا فيه برضو. تعالى نخش بقى على 10 بقى، كل واحد الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي مكسبنا، وكل اللي له نبي صلي عليه، عليه افضل الصلاه والسلام. يا تمام يا عم يا وليد، العشرة دول مش هنقول يا عم وليد على 30,000 الله ما شاء الله ولا الكلام ده، خليك معايا. معاك يا ريس، معايا. بسم الله ما شاء الله، سفرك المتابعين برضو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. قلت كام يا عم سليمان؟ مش هنقول العشرة دول ب 300 ولا الكلام ده، زي ما انا متعود مع متابعينا الناس المحترمين، الناس اللي بص اصل الناس مش مستحمله دلوقتي. تمام، ربنا يسترها ويعدي على خير. احنا بص اهم حاجه نبيع كتير ونكسب قليل، الحمد لله رب العالمين. البث اللي بيصوره بعد نص ساعه بنباع. تمام، عشان المصداقيه والامان، وفي امان، وده اهم حاجه، اهم من الفلوس واهم من المكاسب، السيرة الحلوة كمان عم سليمان. الحمد لله رب العالمين، وكل اللي ياخد حاجة يدعي لك ويرجع لك تاني. الحمد لله رب، وده اللي احنا عايزينه يا جماعة، اقسم بالله مش عايزين اكتر من كده. اقسم بالله ما احنا عايزين غير الدعوة بس، ربنا بس يسترها معانا، ربنا يكف عنا شر عينين الناس ويسترها معانا ومعاكم، ويكف عنا وعنكم شر المرض يا رب العالمين. تمام، العشرة دول مش هنقول ب 300 ولا ب 280 ولا ب 270 ولا الكلام ده يا وليد، زي الناس بتاعتي. تمام، اصل النت ده حواراته كتيره وفي قله الدين كتير، وربنا يبعدنا عن قله الدين ويبعدنا عن الحرام يا رب العالمين. تمام، معانا المعلم الحاج يحيى ابو عبيد، بيقول لك بسم الله ما شاء الله، الراجل ده محترم واسعاره كويسه. احلى مسا عليك يا حاج يحيى ابو عبيد، ومسيل على الحاج محمد، الناس المحترمين، الناس دول من سيوه يا جماعه، الناس دول بياخدوا مني على طول. تمام، ماشي يا عم وليد، العشرة دول، العشرة دول ب 225,000 جنيه يا جماعة. 225,000؟ 225 مش 300 يا وليد. يعني 225 مضرب عجلهم 22.5، كل واحد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ولا مش مصدق السعر؟ انا مش 10 بايم مع سليمان. دول 10 مش 8. كام؟ ب 225,000 وكل واحد الله وصلي على رسول الله، واللي عايز يحجز رقم التليفون بعد اذنك. ايوه رقم التليفون، الله يبارك لك. واحده واحده كده، واحده 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 واحده، انا بحب متابعيني. أيوة لازم اديهم كده على السريع. دول 10 بهايم. اه دول 10. 225,000 25. تمام، على 22,500. طب رقم التليفون بعد اذنك كده. 012 2 03 17 17 361 361. واحنا خدامين محافظات مصر تما يا جماعه، واي حد يشرفنا على دماغنا، دول العشرة خلصنا منهم ب 225، واللي عايز يحجز رقم التليفون قلت لكم العنوان بقى بعد اذنك. العنوان قريه عرب ابو ذكري، مركز اوسنا، محافظه المنوفيه، مزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم. تمام، في ناس كتير يا وليد رنت عليا وقالوا لي احنا كنا جايين لك، بس في ناس في اول البلد عندكم بتشدنا وبتقول دي مزرعه سالم. لا يا جماعه، احنا مش مسؤولين على المزرعه دي بس فقط لا غير. يا جماعه في واحد وجهه زي النبله واقف عند اول الجبل هناك، هو ده بياخد الناس عشان اجيب لكم الاخر. كل واحد يا باشا ربنا موجود اهو، كل واحد ياخد نصيبه. هم بيأذوا الناس يا وليد، بيأذوا الناس. بس اللي بيزعل الواحد ان هم ممكن يبيعوا حاجه ويقول لك دي مزرعه سالم، دي مزرعه سالم، دي اللي زعل الواحد. لكن اي حد يجي لك يا باشا بيع اللي انت عايزه، البيع والشراء دي بس قول له انا فلان ودي حاجتي. لا لا، الناس بترن عليا بتقول لي يا وليد، بيقول لي احنا كنا جايين لك وبنسالهم في الاول، بيقول مزرعه سالم فين؟ دي مزرعه سالم. ده هو فين؟ ده في مشوار. هو فين؟ في مشوار، ده بيجيب بهايم مش عارف ايه ولبسوهم الليله. كذا واحد رن عليا وقال الكلام ده. يا جماعه رقم التليفون معاك، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد. انا اولا دي ارزاق، وقلمت رزق لم ياخذه غيري فاطمئن قلبي. تسلم يا ريس، لا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت. خش على العرض الثاني كده يا عم سليمان عشان ما نكترش على الناس.
متوسط 200. سعر العجل 25,000؟ لا متوسط سعر العجل كام؟ 22,500. 22,500. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 22,500 مش 25,000 يا وليد. تمام يا عم سليمان، الله يبارك لك يا رئيس. واحد الله لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله يا وليد. تبارك الله. متابعينا لازم ليهم حق علينا. تمام يا عم سليمان، حق علينا اللي بيعملوا، هم ليهم الفضل وتركات. بعد ربنا علينا يا عم، الناس اللي المحترمين اللي تدعمنا واخواتنا المغتربين على دماغنا من فوق، الناس المحترمين، الناس اللي واقفه في ظهرنا على طول، الناس المغتربين اللي مسافر في السعوديه وفي الاردن والامارات والكويت والبحرين ودوله الدول الاوروبيه كلها على دماغنا، 27 محافظه كمان، الناس المحترمين على دماغنا، وربنا يجيبكم بالسلامه لعيالكم يا رب العالمين يا رب. اللهم امين. تعال نخش بقى العشرة التانيين. خش يا مدير يلا. النبي يا جماعه اجمعوا معانا بالله عليكم ما شاء الله. ده العجل البراون ده من نوع مع سليمان، من نوع السويسري ده يا وليد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده لو هتروح تجيبه من عند اي حته هيقول لك ده ب 25,000 جنيه لوحده ده اهو. تمام. يبقى تحويله سريع. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه. شوف الكحله بتاعته. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا على النظافه يا جماعه والنظام. شوف بص بص تبارك الله. بص الكحله دي كحله. بص يا جماعه عجل سبحان الله. شوف الوجه. سبحان الله عجل مرسوم رسم. شوف الوش عامل ازاي. تبارك الله. وحياه النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الناس المحترمين، الناس اللي معانا دايمين، اسس مزرعتك يا جماعه، كل يوم معانا مستنيين، اللي بيعمل لنا لايكات واشتراكات معانا احنا خدامينكم. الله ينور عليك يا عم سليمان. اول واحد في العشره التانيين. تعالى معايا. تمام بسم الله ما شاء الله تبارك الله. النهارده كوكتيل يا وليد، كوكتيل. الله ينور يا ريس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خش بقى العشره. مال من المال الطيب تبارك الله. وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. لايكات واشتراكات يا جماعه، خش على الثانيه يا وليد. بسم الله تبارك الله. مال من المال الطيب. قايم يا وليد 170 كيلو بالظبط. تمام يا ريس. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تحت برضو انتوا اللي هتحكموا فيه. خش تمام. على خش على رقم 3. بسم الله تبارك الله. مال من المال الطيب. قلت على بص كده. بص بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص يا جماعه القماشه، تلاقي الاساس زي البنى الكبير. تمام. يعني احنا بنأسس وبنبني في نفس الوقت. الله يبارك لك يا مدير. كده خش على الرابع. خش على الرابع كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف ده اهو. بص يا جماعه البهايم، الدماغ الصغيره، البهايم الملفوفه. بسم الله تبارك الله. يا راجل ما بنجيبش غير النظيف يا وليد. الله ينور عليك يا عم سليمان. حلو لو صحي من النوم، والوحش وحش لو هيغسل وشه كل يوم. تمام. تعالى خش معايا. بسم الله ما شاء الله. ده رقم 6 يا عم سليمان؟ رقم 5. ده رقم 5. سيبك من البراون. ده ماشي 5 غير البراون ده. بسم الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه. كله يا جماعه يدعمنا بلايك وشير. بسم الله ما شاء الله. فاتحه وشوف الريح بتاع العيد عامل ازاي. بسم الله تبارك الله. تعالى خش معايا. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه الفتحات. خش على الساتر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده اللي يطلع طن معاك على الطبليه. مال من المال الطيب يا جماعه. سبع. رقم 7. خش على السبع ده. ربنا يحمي ويبارك يا رب. خش على الثامن. رقم 8 يا جماعه. الثامن اهو. بسم الله تبارك الله. مال من المال الطيب. خش على التاسع. رقم 9. بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا معانا كده يا جماعه العجل التاسع ده. العاشر معاكم بقى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السويسري البراون اللي بيطلع بسم الله ما شاء الله طن ونص. تبارك الله. مال من المال الطيب. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب الرصيد. هنا ده مزرعه الحاج سالم ابو محمد بهايم العيد. دي بهايم العيد وكله صلي على النبي ودوس لايك وادعمنا. النهارده معانا بهايم العيد اللي هتطلع العيد، مش اي حد يقول لك دي بهايم العيد تبقى بهايم العيد. تمام. هي دي بهايم العيد في مزرعه الحاج سالم ابو محمد فقط لا غير. وكل صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. خش على السعر بقى. انت قلت لي يا عم سليمان الاعمار كام دول؟ 10 دول؟ دول اعمار 10 شهور. تمام. 9 شهور 10 شهور بالظبط. تمام. الاعمار الكبيره سنه و13 شهر. سنه وشهر. سنه وشهر. تمام. ودول 11 شهر 10 شهور بالظبط. تمام. تمام. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يا جماعه يوحد الله. لا اله الا الله. النبي يصلي عليه، واللي يشوف المال ده يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العشره دول يا عم وليد ب 195,000 جنيه. متوسط سعر عجلهم 19,500. بسم الله ما شاء الله. بس اللي عايز عجل لوحده كل عجل له سعر يا جماعه. تمام. يعني انا مش متاخر، اللي عايز عجل عايز اثنين انا مش متاخر عنه. يعني معانا عجل يزيد عجل يقل. وفي العشر الكبار برضه محدش يجينا على السويسري ده لوحده ويقول الدين ده لوحده. تمام. تمام. ده ليه سعر معين. بس برضه اللي عايزه لوحده يا جماعه ياخده لوحده عادي، بس كل حاجه بسعرها. كل حاجه بسعرها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللي عايز العشرة على بعض ياخدهم وده معاهم. تبارك الله. تمام. بسم الله ما شاء يا الله. يا جماعه ما بنجيبش غير النظيف، اقسم بالله طول عمرنا من يوم ما تجرنا التجاره دي ما بنجيب غير العجل الحلو. يا جماعه كله عارف المعلم سليمان تخصص ذكر في المهنه يا جماعه. ذكر البقر فقط لا غير. انا الذكر فقط لا غير، ليه اساس الذكر ومولود لقيت نفسي اهالينا بتجروا في العقول الذكوره. تمام يا ريس. تمام. ما بنجيبش غير العجل النظيف. يعني سعر العشر دول يا عم سليمان 195,000. متوسط سعر عجلهم 19,500. الله يبارك لك يا معلم. وكل واحد الله، وانا خدام اي واحد
كان بيتفرج علينا وعمل لي لايك واشتراكات تحت امري وعلى دماغي تمام، ومزرعه الحاج سالم ابو محمد ابو سالم اللي يجي عرب ابو ذكري مركز اوسنا محافظه المنوفيه يرن علينا بالتليفون، ولو راح لعند اي حد يقول له عايز مزرعه سالم ابو محمد ابو سالم، ومعاه رقم التليفون اكيد، وعارف الشكل يا جماعه، انتوا عارفين الشكل اللي انا بقوله ده ساعات بيكون مقفول، رنوا على الارقام الثانيه اللي حطيتها على الشاشه. تسلم. ورقم التليفون تاني يا وليد. رقم التليفون يا ريس 012 2 03 17 361 361. اللي عايز العرض رقم واحد يقول لي رقم واحد، رقم اثنين رقم اثنين. العرض يا جماعه رقم واحد يا جماعه، ال 10 ديكوره كبار 225 متوسط سعر عجلهم 22500، وال 10 التانيين اللي اقل منهم ب 195 متوسط سعر عجلهم 19500. خليك معايا يا وليد كده. معاك يا مدير. النهارده كام في الشهر؟ النهارده قد ايه؟ 27 28. النهارده 28 يا ريس. النهارده 28/1/2023 موافق اليوم بتاعهم اليوم السبت. النهارده السبت 28/1 يا جماعه. 28/1/2023. محدش يسمع العرض ده يكون عرض قديم ولا الكلام ده. تمام. اللي عايز عرض، اصل العرض عندي ما بيقعدش يا جماعه. ربنا يزيدك يا ريس. عندي انا بصوره من هنا لله الحمد، نشكر الله. تمام. ربنا يزيدك يا ريس. هو اللي بيحيا ويميت، كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى. شكرا يا مسلمان. ب 225 العرض الاولاني، العرض الثاني ب 195. شكرا يا مسلمان. وانا تحت امر الجميع، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب يا مدير. شكرا جزيلا يا جماعه على حسن استماعكم. كان معكم اخوكم وليد ابو سالم من قريه عرب ابو ذكري مركز اوسنا محافظه المنوفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.